افون دو ريسيفوار اي فوس كاني يعني قبل ما ناخذ البالون خصني نشوف التيران باش ناخذ البالون باش نعرف اش كندير به. وهادشي في الطفوله اللاعبين في المغرب كانوا كيلعبوا هو هاز راسي خايف من با خايف من القدام خايف من الموتور الكره يدوها ليه دونك ديجا كان وكيلعب الكره. وهذاك السبب اللي تيعطي رحيم علاش كان اللاعب تيهز راسه كيهز راسه اللي عنده عده اشياء كتاثر لي على الكره. هذا اللي مواصل اربعه في الدرب حادي با يجي يضربوا حادي مول تجي تسدو حادي المقدم دير له الكره الموتور ديز دونك ديجا اسكان وكيهز راسه. وهذه هذه مهمه عند الجمهور مهمه لولاد الان الناس كيدير لهم واحد لاباراي باش يهز راسه ويسكان ويلعب كره. بكري كانت اتفاقيه وهذا بلور المعارف التقنيه الفرديه ديال اللاعبين لان كتلعب في واحد الكونتكست تري ديفيسيل كتلعب صنداله كتلعب يعني في تيران يانسي سويت دونك لي سيونس دونترمون موديرن ولات في الفئات السنيه اللاعب الصغير الشاب كيدخل لا سيونس دونترمون وخصو يلقى مشكل من بعد تيتبلور المعارف التقنيه الفرديه وما هو بدني على حساب العمر ديالو لا خص ما نهضروش على البدني هو 7 سنين 8 سنين ولكن مهم كان فيها بزاف المسائل اللي خصنا نذكرها في مره اخرى ولكن اللاعب تيولي يشتغل في واحد الواقع كروي اللي غيلقاه في المقابله وهنا كيبور المعرف ديالو. وهذه اكبر المدارس اللي عنده لادريس الاسبانيه الفرنسيه فهذو كلهم كيشتغلوا بهذه الطرق العلميه الحديثه ونتمنى ان شاء الله